السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أمطار غزيرة تضرب عدة محافظات يمنية وتحذيرات مهمة لسكانها، وإلى التفاصيل. توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر حضور أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات وتشكل الضباب على المرتفعات الجبلية خلال 24 ساعة القادمة. وقال المركز في نشرته الجوية اليوم الأربعاء إنه من المتوقع حضور أمطار رعدية متفاوتة الشدة، بعضها غزيرة تتدفق على إثرها السيول، وقد تصحبها حبات البرد على محافظات حجة والمحويت وعمران وصنعاء وريمة وذمار وإب وتعز والضالع والبيضاء ومرتفعات لحج وأبين وشبوة. هذا ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على مرتفعات وصحاري محافظات حضرموت ومأرب والجوف وصعدة. ولفت المركز إلى احتمال تشكل الضباب على المرتفعات الجبلية، وقال إن كمية الأمطار التي هطلت خلال 24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: صنعاء 15 ملم، الضالع 8، المحويت 3.2 ملم، حجة 2.8 ملم، ريمة 1.3 ملم، تعز 0.4، إب السدة 0.2، طور الباحة لحج 0.2. وقد سجلت المحطات البطرية في أمانة العاصمة كميات تراوحت بين 12 إلى 15.2 ملم، وهطلت أمطار متفرقة متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد، تدفقت على إثرها السيول على مناطق من حضرموت وشبوة والبيضاء ولحج والضالع وعمران وذمار ومأرب والجوف. وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع حضور الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان، ونصح بعدم عبورها أو التواجد في مجاريها، وحذر من الصواعق والانهيارات والانزلاقات الصخرية والطينية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة والضباب، ومن الرياح الشديدة الهابطة من السحب المزنية وتساقط حبات البرد ومن عبور الجسور الأرضية خاصة عند تدفق السيول. كما حث المركز الجهات ذات العلاقة كل بحسب موقعه واختصاصه على أخذ التدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.